الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ما زلنا في الاعتقاد في الصحابة ثم الإيمان بأن خير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمهم منزلة بعد النبيين والمرسلين وأحقهم بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضوان الله عليهم، ثم بعد على هذا الترتيب أبو حفص عمر ثم عثمان ثم علي. طيب، هو يقول المصنف: والإيمان بأن خير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة وأعظم منزلة بعد النبيين والمرسلين فحقهم بالخلافة أبو بكر. نعم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه هو خير الأمة بعد نبيها. أبو بكر الصديق قال فيه النبي الأمين: ما طلعت الشمس ولا غربت على مثل بعد نبينا والمرسلين على مثل أبي بكر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو خير الأمة بنص الكتاب ونص السنة، وهو الخليفة الراشد المستحق للخلافة بالإجماع. أما في الكتاب فقد قال الله جل في علاه وصفا أبا بكر وصفا دقيقا لأبي بكر رضي الله عنه بوصف لا ترى مثله بحال من الأحوال بعد نبينا المرسلين، عندما قال الله جل في علاه: وسيجنبها الأتقى. شوف، جعله الأتقى. الجميع من الصحابة أتقياء وهو الأتقى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي، وهو جمهرة المفسرين على أن هذه لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى. شوف، جواد كريم يعطي الزكاة وفوق الزكاة، والله جل في علاه هنا يثبت له الإخلاص: يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. شوف، إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف أرجوه. إذن ما أعطى المال إلا ابتغاء وجه الله جل في علاه، إخلاصا لله جل في علاه. وهنا جزم لقطع ألسنة الروافض الخبثاء: ولا سوف يرضى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تركتم لي صاحبي؟ قلتم كذبت، وقال صدقت، ووساني بأهلي ومالي. وقال: إن أمن الناس بصحبتي علي أبو بكر. قال: زواجني ابنته، ووساني بأهلي بماله. قال: سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال النبي مغضبا على عمر بن الخطاب، قال له: هل تركتم لي صاحبي؟ وعمر من هو في الصحابة. وأيضا عندما قال النبي لربيعة بن كعب الأسلمي، عندما قال له: اختص مني، قال له أبو بكر: اختص مني، بعدما أسرع إليه وقال: ردها علي واختص مني. قال: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، قل يغفر الله لك أبا بكر. بكى أبو بكر ومر ورجع باكيا. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال علي بن أبي طالب خطب أهل الكوفة على منبر الكوفة جميعا، وهو يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم الله أعلم. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه نزل جبريل من السماء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أقرئ أبا بكر السلام، وقل له: إن ربك يقرئك السلام، إن ربك عنك راض. فلا أنت عن ربك راض؟ بكى أبو بكر وقال: والله إني عن ربي راض، والله إني عن ربي راض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأبى الله أبا المنون إلا أبا بكر، يأبى الله أبا المنون إلا أبا بكر. فأبو بكر خير هذه الأمة رضوان الله عليه، وقد فضله الله على الجميع، وكان مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم، سمته بسمته ودله بدله، أخلاقياته هي أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أظهر الله فضله عندما خاطبه بصيغة الجمع: ولا يأتري أولو الفضل منكم السعة، معاتبا لأبي بكر عندما قال: لا أنفق على مسطح. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كما قلت، عندما قال: لا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. وأما عمر، وما أدراكم ما عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ عمر بن الخطاب الذي وافق القرآن في غير موضع من الكتاب، عمر بن الخطاب الذي قال فيه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال: إهني عمر والذي نفسي بيده، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا على الفج الذي سلكته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر ابن الخطاب. عمر بن الخطاب الذي جعل الله فتحات الدنيا على يده، وقال النبي: ما رأيت عبقريا يفري فريه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نعم، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ثاني رجل في هذه الأمة بعد أبي بكر، وكان صاحبا للنبي وزيرا له، وكان النبي كثيرا ما يقول: جئت أنا أبو بكر وعمر، ذهبت أنا أبو بكر وعمر. وكان يقول:
عندما قال بقرة تكلمت قال أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عن الجميع. نكمل إن شاء الله الكلام على عثمان وعلي بن أبي طالب إن شاء الله في الدرس القادم، ونحن الآن على مشارف الانتهاء من الاعتقاد للقاضي أبي يعلى ولله الحمد والمنة. جزاكم الله خيرا. الأسئلة طيب. ذكرت بحديث حديث مسند أحمد يا عبادي كلكم مذنب إلا من عفيته، فهناك من لا يذنب؟ لا أعلم أحدا لا يذنب، حتى الأنبياء معرضون لذلك، وعصى آدم ربه فغوى. كل ابن آدم خطأ، كل نص في العموم كلام النبي الأمين، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أن تغفر تغفر جمة ويا عبد لك لا ألم، كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. وهنا إلا من عافيته يعني لا يتوغل في المعصية، وإن أذنب يرزقه التوبة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إن مرت امرأة أمام مصلي هل تقطع الصلاة؟ نعم تقطع الصلاة وعليها أن يعيد الصلاة. إن مرت المرأة قبل موضع سجوده لا بعده، قبل موضع سجوده فإنها تقطع صلاته، فإنها تقطع صلاته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقطع صلاة المرأة والكلب الأسود والحمار. موضع سجود الجالس إماؤه خط الإماء، شوف يصل إلى وين. وإذا مرت المرأة أمام المرأة أيضا تبطل الصلاة بذلك، عليها أن تعيد على الراجح الصحيح، وإن كان الأئمة الأربعة يرون أنها تنقص الأجر. أما لو في جماعة فلا، لأن سترة الإمام سترة للمأموم. لو في جماعة لا، سترة الإمام سترة للمأموم، لأن ابن عباس قال فتركت الأتان يرتع أو الحمار كان يمر أجلكم الله وأتموا الصلاة، وابن عباس مر من بين أيديهم فلم ينكروا عليه، لأن سترة الإمام سترة للمأموم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.